تختتم الأحد المقبل منافسات بطولة خالد بن حمد للمراكز الشبابية وذوي الإعاقة والفتيات لكرة الصالة وسط تغطية مرئية وإذاعية، حيث تشارك في هذه النسخة فئة الفتيات بستة فرق، وسوف تلعب المباراة النهائية وسط حزمة من الجوائز والمفاجآت بصالة مدينة خليفة الرياضية. فئة كانت ركيزة أساسية في هذه البطولة، دوري خالد بن حمد، سلط الضوء ومنذ انطلاقته على الشباب البحريني، وفي هذه النسخة شمس الفتيات أشرقت لتكمل السلسلة المجتمعية التي يحتضنها فكر سموه، مكان أصبح ملتقا لاكتشاف القدرات والمواهب، وفيه أصبحت فتيات المملكة تنمي مهاراتها عبر هذه اللعبة. أعتبرها فرصة كبيرة وفرصة أتاحت المجال للاعبات أنهم ينضوون مع الفرق الثانية ويشوفون قدراتهم ويشوفون كيف أدائهم أمام الجمهور، وأيضا فرصة حق الجهاز الفني سواء كان في الأندية أو في المنتخبات أن يختارون الفتيات اللي لديهم الموهبة أنهم يكونون إن شاء الله أعضاء منتسبين للمنتخبات. سمو الشيخ خالد بن حمد من خيرة الداعمين لنشاط المرأة والرجل على حد سواء. ستة فرق تخوض هذه المنافسة وعيونها تميل لكأس البطولة، تقارب المستوى الفني وتشابه الطموح أبرز الندية والحماس بينهم. تعني لي وايد هذه البطولة، ولأن يعني نفس ما نقول عطت فرصة حق البنات، يعني عطتنا فرصة احنا ان نطلع مواهبنا ونطلع اللي عندنا. دشينا ثلاث مباريات الحمد لله كل المباريات ناجحين فيهم، ودشين هاي البطولة اول شيء عشان نجاح هاي البطولة، اوكي، ثاني شيء هدفنا الثاني ان شاء الله بتشوفونه في النهائي. احنا بندور على هالفرص، يعني بندور على انه احنا بدنا البنات بدهم يلعبوا، بدهم يطلعوا طاقتهم، بدهم يعني اشياء زي هيك كثير بتساعدنا بالنسبه لنا شو ما كانت اعمارنا. بدانا الفريق قبل تقريبا 3 اشهر فريق البنات، وقال الكابتن فواز انه بندخل بهالبطوله كتجربه، وما توقعنا صراحه انه نوصل لنص النهائي، والحمد لله. وصح انه خسرنا، بس يعني بين في الملعب احنا كيف تحسننا من اول ما بدينا. جوائز ومفاجآت اخرى تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم في ختام هذه المنافسة. الكل يتوقع طبعا هذا النهائي، واحنا طبعا ايضا نتوقع حضور جماهيري كبير في النهائي، خاصة هناك طبعا جوائز رصدت للجماهير وتم توزيعها يعني قبل ايام، وحتى ايضا راح تتوزع في يوم النهائي. طبعا احنا عارفين ان الجائزة الاولى راح تكون عبارة عن سيارة وايضا جوائز اخرى، ولكن طبعا احنا يعني ناشد الجمهور بالحضور لمتابعه الاثاره والنديه واللعب وايضا الكسب بالنسبه للجواز. ثلاثة نهائيات للمراكز الشبابيه وذوي الاعاقه والفتيات، سيصدر الستار عنها مع موعد جديد حيث المتعه والاثاره. مبادره رائده من نوعها، خالد بن حمد قد حاكها لينسج لنا ملتقا يضم جميع فئات المجتمع ويسهم كما نرى في ارتقاء رياضة المرأة بالمملكة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.